ersten Häuser waren schon 1000 Jahre. ما بقاش ننسى. كنيسة قديمة صراحة الله، قديمة بزاف، والديزاين ديالها واعر، كتعجبني من المآثر اللي كيعجبوني ديال الكنائس. كاينة كنائس آخرين، وهذه أقدم قهوة ديال في فرانكفورت. لحد كتكون عامرة. الدنيا مزيونة صراحة الله. أصلا المدينة ديال فرانكفورت من المدن اللي معروفة ومشهورة هنا في ألمانيا. وهذا نهر أماين، وهذا الشارع اللي دوزنا منه هو من أقدم الشوارع اللي كاينة في فرانكفورت. اتجاه اخر كاين المطار، والمطار ديال فرانكفورت من اكبر المطارات هنايا، مطار دولي فيه 3 ديال المطارات. وهذا هاد القنطرة مزيونة صراحة الله، فاش كتكون عامرة كتبقى تحس ان بحال اللي كتزعزع، بحال اللي كتهود وتطلع. دابا الاشجار بداو ما عادش تخرج لي الهضرة، بداو كيخضروا بداو الاوراق كينوضوا. الصيف كيكون حتى النهر كيكون الكولور ديالو صافي ومزيون، ماشي بحال الشتاء. الشتاء كيكون كحل صراحه الله، ما كيكونش صافي. ودابا باقي عامر في الشتاء، كيكون عامر على هيدا. دابا بدا كشويه كيهود، الناس كامله فرحانه، اللي ما خدامهش واللي ما عن هادي كلشي كيخرج كيتمشى.